بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل بقية دروس تجويد القرآن الكريم. النهاردة هنبدأ درس جديد وهو درس القلقلة. درس سهل وبسيط وهيخلص بسرعة ان شاء الله. بكل بساطة، القلقلة اي حرف من حروف كلمة قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال عليهم سكون اعمل لهم قلقلة. بس كده خلص الدرس. في ملحوظة بس صغيرة، ان الحروف ديت لو جت في اخر الكلمة وانا وقفت عند الكلمة دي، اي كلمه انت بتقف عندها بتعملها سكون برضو، يعني بتنطقها ساكنه حتى لو عليها حركه فتحه او ضمه او غيره، وفي اخر الكلمه وانت وقفت عندها بتعملها سكون، ده الطبيعي. ففي الحاله دي هتخش تبع برضو حكم القلقله، اكمن ان انا نطقتها حرف ساكن فهتخش تبع القلقله. القلقله بتتعمل ازاي؟ تحريك مخرج الحرف واظهار نبره للصوت عند النطق به. يعني الكلام ده طبعا هنفهمه لما نطبق عليه. عندنا الأمثلة، سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حروف القلقلة اللي أنا قلتها هي آخر حرف في كل آية من سورة المسد. ونلاحظ برضو في كلمة حبل في آخر آية حرف الباء برضو حرف ساكن، فنطقته حب وليس حبل. يعني أنا لو قلتها من غير تجويد هيبقى شكلها في جيدها حبل، لا تحس مش عارف تنطقها أصلا، حبل صعبة. في جيدها حبل من مسد، تمام. ده كده شكل القلقلة. في أمثلة تانية، سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. برضو آخر حرف في كل آية حرف الجيم في كلمة البروج، وحرف الدال في كلمة الموعود إلى آخر الآيات. نلاحظ لو قلناها من غير تجويد هيبقى شكلها والسماء ذات البروج، مش عارف تقف عليها، مش هتنفع، لازم تديها قلقلة. والسماء ذات البروج، ده شكل القلقلة. ناخد آخر مثال معانا، سورة القدر. فيها برضو بعض حروف القلقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، حرف الدال في ليلة القدر. لو قلناها من غير قلقلة هيبقى شكلها في ليلة القدر، وده مش صح، القدر مش صح، القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، كذلك برضو كلمة أدراك حرف الدال فيها. وما أدراك ما ليلة القدر، الدال لو قلتها من غير تجويد هيبقى شكلها وما أدراك، أدراك، وده مش صح، بالتجويد هيبقى شكلها وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. عندنا برضو آخر آية، سلام هي حتى مطلع الفجر. عندنا حرفين، حرف الطاء وحرف الجيم، الحرفين برضو من حروف كلمة قطب جد. الطاء لو قلتها من غير قلقلة هيبقى شكلها حتى مطلع الفجر، صعبة صعبة في القراءة. الصح ان انا اعملها قلقلة كالتالي، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. وبكده الدرس بتاع النهاردة يكون خلص. تم بحمد الله.